سلام بيتسابوش زاري يتم ميد سايت أبك باشو أزاو يه باينانس أبليكيشن أشو لاي عندي تارجاشو بركة على جنزب عندما تاعينو أسايا شوالو يا على منم أوقات مالتناو يهينن فيديو لايك النا شير بمارك جمروت باينانس لاي بزو جنزب مسرع باشو أمارك تشالو كان سوستم سبورت تريدينج النا فيوتشر تريدينج ميبارو تلو تو وان لين يشنا تشاو نسوجن أوقات النا لم ديفالجالو نانترمو يا أوقات النا لم كريلاشو سلا تريدينج ليلا أمارات على الله شو مالتنا سنا أمارات بذي فيديو أسايا أشوالو سوم كوبي تريدينج يبالان عند وقت هذا سوية تريد سيارك يسون تريد يسون شروطا كوبي بمارك أنا هذا منو ماينة تباب وين درمو منو ماينة تيكينغ ساتي تكمو راسو باينانس تريد على الله شوال مالتنا سون دمو عند ثارجا شو دم تارجو أسايا أشوالو منو ماينة كفية أي تيجيكم بروفيت خارجا شو تلاي 10% بيتشانو كوبي تريدينج ميكورتا مالتنا عند ثارجا شو دم تكموت أتكاكمون لاسايا شو زيتشكار فيوتشر إميرالا سنتنا كارلوشو أما كتر كوبي تريدينغ تريدر مارك كان دولار جمبرو كارلوشو باقي أشنو مارتنا كوبي تريدينغ تريدر مارك شالوشو زيكار مو بوت ميبال ما مارك شالوسليم مارك شالوشو مارتنا أنا لما بسالي لاسايا شو زيكار كوبي مترالج سنتنا كارلوشو أما كتر زيكار ولا تمارك شالو فيوتشرنا سبورت ميبالو على مارتنا كولا تاندو يتنجو شالوشو شالوشو نيجي فيوتشر ليني يالوت سبورت لي مارك شالوشو مارتنا زيم ستارغو زيكام كوبي ميدارغو سوو شالو مارتنا زيم كوبي مارك شالوشو أنا فيوتشر ولا سايوشو بما كتر زيكار سووش يمتعلو مارتنا قلا سووش كوبي لماسدرك فيك عدنيا يومي مارتنا እነዚህን ችሎታቸውን ያያያችሁ መርጣችሁ ተጋባላችሁ ማለት ነው አንተ የሚጠበቅባችሁ ጎበዝ የሆነ ሰው ማወቅ ብቻ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ለ200 ሰው ነው ኮፒ እንዲደረግ የፈቀደው ነገር ግን 105 ሰው ኮፒ አገውታል ያውና 95 ሰው ቀሪ ያለው ማለት ነው ወርታችሁ ይወርዳችሁ ፈልጋችሁትን ታያላችሁ አሁን ለምሳሌ እዚህኛው ፕሮፋይል ማየት ከፈለጋችሁ የፎቶ ምልክት ነካላችሁ በመቀጠል ከዚህ በፊት ትሬድ ያደረጋችሁ ሙሉ ነገሮችን እዚህ ጋር በመታየት ሁኔታ የውና እንዳለ ያመጣላችኋል ማለት ነው ዝርዝሮችን ማየት ቻላችሁ ፊውቸር ትሬድ ያደረገው አለ ስፖት ላይም ትሬድ ያደረገው ማየት ቻላችሁ ማለት ነው በዚህ መልኩ አሪፍ ነው ያዋጣኛ ብላችሁ ብታሰቡትን ሰው ኮፒ ታረጋላችሁ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ከነዚህ ውስጥ የኛው ሰውዬ ኮፒ ላርክ ካልኩኝ እዚህ ጋር ኮፒ መጥላለች እሷን ተነካላችሁ መቀጠል ወደዚህ አይነት ቦታ ያመጣችኋል ገንዘባችሁን ፊውቸር ላይ ነው እንዲቀመጥ የምታደርጉት እኔ ለምሳሌ ማክስ ረባሉ $15 $15 ፊውቸር ላይ እንዲቀመጥ አድርጌ ነበር እሱን ነከዋለሁ በ15 ዶላር ኮፒ ላረግ አስቤያለሁ ማለት ነው በመቀጠል እዚህ ጋር ስቶፕ ሎስ የሚባል ነገር አለ ማለትም ሰውየው እየከሰረ ከሆነ የተወሰነ ያህል እንዲከሰር ተፈቅዶለት አላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ እኔ ከ10% በላይ እንዳይከሰር አድርጌያለሁ ማለት ነው ልክ ሰውየው እስከ 10% ከከሰረ ያቆማል ማለት ነው በመቀጠል እዚህ ጋር ሁለቱንም ራይት ራይት እናረጋለን ያው 10% ከተረፈው ላይ እናካፍለዋለን ማለት ነው በመቀጠል እዚህ ጋር ኮንፊርም ምትሏ መንካት ብቻ ነው ከኛ የሚጠበቀው እንደምታዩት በተሳካውኔታ ኮፒ ትሬድ አድርጌያለሁ ማለት ነው የሰውየውን ችሎታን ፈትሻለሁ እናንተን ፈትሻችሁ ነው የምገቡት በመቀጠል እንግዲህ እዚህ ጋር የውና በመጠባበቅ ላይ ነው ሰውየው ልክ ትሬድ ሲጀምር አውቶማቲካሊ እኔም ትሬድ ይጀምራል ማለት ነው ፕሮፊታችሁን እና ትርፋችሁን እዚህ ጋር ታያላችሁ ማለት ነው አሪፍ አትርፈው ከሆነ ቶሎ ብላችሁ ክሎዝ ታረጋላችሁ ማለት ነው በዚህ መልኩ በጣም በርከት ያለ ገንዘብ ማግኘት ቻላችሁ ኮፒ ትሬዲንግ ላይ ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እና ሼር ማድረግ እንዳይረሳ ይመቻችሁ